هو بتاع بنات اصلا. اه وانت يا عادي. لا ما هو تاب خلاص. تاب انت انت. طب محمد قول لنا كده يعني ايه الحاجه اللي خلتك تبطل تبقى لوك اراوند كده وتركز مثلا؟ والله يعني هقول لك دايما اي راجل بجد يعني بيدور على الحاجه المختلفه. يعني خليني مثلا انا كنت اعرف دي واعرف دي واعرف دي، فهم مثلا عارفين ان انا محمد لي اصحاب تاني، محمد لي مش عارف ايه، بس انا مثلا عايز ابقى محمد. لا فسلمى الموضوع كان معاها مختلف، فان هو لا يعني مفيش حاجه اسمها ان انت تبقى ليك بيست فريند حتى بنت. لا انا يعني اول ما قلنا هنرتبط يعني اول لا مش هيبقى في مثلا مكالمات ما بينك وما بين صاحبتك بتحكي لك عن حاجه مش عارف ايه، لا انت بتاعنا لوحدي. فبرضه الراجل مننا بيحب موضوع الغيره، يعني في ناس في رجاله بتزهق منها وفي رجاله لا، بس انا من طبيعتي انا بحب اللي هو ايه يعني مرات بيضغط عليا قوي وحاجات زي كده ومش عارف ايه، لا ده حسيتها مختلفه يعني. اول مره اسمع عن راجل بيحب الست اللي بتغير، ده جديد. ده قبل الجواز، بعد الجواز ما بيحبهاش بتغير. بعد الجواز ما بيغير رايه. الموضوع زاد بقى عن حده جامد قوي بقى. قوي بقى. بتغير ان انا بروح اقعد مع اصحاب الشباب، يعني لا اقعد معايا الوقت اللي انت فاضي فيه اقعد معايا فيه. بس ده حب. حب. وانا مبسوط في وانت الحب. مش بيضايقك الموضوع ده؟ لا مش يعني احنا دايما في قراراتنا بنتشاور فيها، يعني مثلا هقعد معاهم شويه ومش عارف ايه، بصي انا بظبطها قبل ما انزل يعني. طبعا هي بقى وانا قاعد مع اصحابي كل شويه انت فين؟ كلمني فيديو. كده يعني. عايزين تشربوا ميه ولا حاجه؟ تمام. You're fine. يا جماعه انا عايزه حد بس فوتوغرافر يجي يصورهم هما قاعدين كده عشان البوست. ايه؟ عشان البوست. عشان البوستر. طيب اوكي. الجو هو ابيض بلوند وانتي سمراء وانتي طبعا قمر، بس يعني ما بيجيلكيش الكومنتس دي؟ مش مضايقك؟ انا عايز اقول لك اصلا اللي خطفني فيها الحته البرونزيه اللي فيها دي. ايوه ايوه اللون ده انا بحب اللون ده. لون لا ده انا حسيت ببقى اسمر من كده كمان. ايوه بتتحرقي في التان زي. لا هنقول لا زي ما انت حضرتك. لا لا صورهم هم جنب بعض شويه. انا باخد اكتر من كدر. استاذ محمد ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ بص انا مش من طبعي ان انا اخر صور على حد، بس انا والله يعني كانت الميموري ضايعه، بس اول ما لقيتها على طول. انتوا عارفوا بعض؟ ايوه طبعا. انا اول ما يعني ما لقيت الميموري. هو معاكوا هنا في المكان يعني؟ ايوه بس انا بشتغل في اكتر من مكان. اول ما لقيت الميموري على طول بعت صور للمدام، بس والله العظيم مش طبيعي ان انا اخر صور. لا سوري مدام مين؟ معلش لو سمحت يا مدام مين بعت لها الصور؟ بيقول لك يعني هو دايما لما بيصور حد بيبعت صوره للمدام يعني بتاعته. هو ماشي فين الصور؟ هو مصورنيش انا. وبيقول لك يعني هو لما بيصور حد بيبعت. انت بعت صور مين لو سمحت؟ ضيوف ليهم علاقات ببعض. هي دي مراته. اطلع بره عشان ده وسط الدنيا. اطلع بره. لا اطلع بره. خلص طب انا جاي تاني داخل تاني. بيقول لك لما بيصور حد. اوعى بس ايدك بس. تعالي بس. تعالي بس. تعالي بس استني اهو. بيقول لك هو لما بيصور حد يعني صور. لا يعني هو واضح ان في مشكله او في مشكله. يا عم انت تعرفني انا صور مين بعتها؟ انت تعرفني انا اصلا محمد بعد اذنك. انت تعرفني ليك علاقه بيا؟ شفتني قبل كده اصلا؟ صور مين انت بعتها لمدام بعد اذنك؟ يا اسلام يا جماعه انا مش عارف بس ابقى يعني طب اقعدي بس اقعدي. لا مش هيطلع. مش هنكمل بعد اذنك. مين اللي بيتكلم؟ مش هطلع. مش هنكمل حاجه. بيقول لك لما بيصور حد بيبعته للمدام. هو ما شافنيش. انت شفتني قبل كده؟ انت دلوقتي بتقول له انا في صور ما بعتهاش بعتها للمدام. ده هتعمل لي مشكله على فكره في الشغل. لا مشكله ايه اللي عملك في الشغل؟ فاهمها وجهه نظرك. انت لما بتقول انا بصور حد ببعت الصور للمدام صح؟ أي طيب يعني انت مش قصدك عليا انا؟ لا لا يعني ايه مش يعني هو مش قصده عليا انا يعني؟ شفته في حته يعني ايه؟ لا قولي بس كده انت صورت. لا 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 مش بدي حضرتك. دي كاميرا الشغل هنا. لا انا عندي كاميرا خاصه بعد اذنك. طب فين الصور؟ لا دي كاميرا الشغل يا فندم. خلاص بعدين انا عندي كاميرتي الخاصه. لا مش بعدين. مفيش حاجه يعني. انا بس انا يعني لا لا مش هو في حد. لا مش هيطلع. في حد شبهه انا شفته بصراحه. في الزمالك في مكان اسمه سبين. كانت حفله يعني حفله رضا البحراوي يعني. بس اعتقد في البالنتاين صح؟ محمد بس انا بدات اتخانق. ما تحطش ايدك عليا.
خلاص. طب سلمى معلش ممكن تعودي. طيب طيب بعد اذنك خلاص بقى. هو بيقول حد شبهه يعني. طيب انا ممكن اخرج. طيب بعد اذنك. لا انت مش تخرج معايا لما تورين الصور من الاخر كده. ما يصور حد لما بيصور حد بيبعتها للمدام، هو قصده يوصل لك دي يعني، فاهمه؟ ما تهزرش. انت بتتكلمي معايا بالطريقه دي؟ اه اه. يا بنتي بقول لك واحد شبهي شبهي مش انا. هو بيقول له راجل ممكن يكون شبهه، ومحمد دي جت معاه كده. المحمد والمكان وشبهك وكل ده وسبحان الله صدفه. ايوه عادي، الراجل فوتوغرافر وبيلف هنا وهنا وهنا وهنا، مش لازم يكون انا. انت شايف ان هو عادي؟ انت شايف ان هو عادي؟ طب ما كذا مره. انت شايف ان هو عادي؟ انت بتقولي وقت سؤال. طب سؤال واحد عشان انت بتنرفزني. انت شايف ان هو عادي؟ ايوه ممكن يكون واحد شبهي يعني. لا هو مفيش كده بصراحه، مفيش كده. هو راح فين؟ هو راح فين؟ مين؟ هو المصور ده؟ معرفش. هو راح فين؟ هو الراجل ده شغال معاكوا هنا يعني؟ هو انت الطبيعي ان انت بجد يعني انت الطبيعي انت بتسهر كتير؟ من غيرها؟ ساعات مع اصحابي يعني. هو ايه ده تحقيق يعني ولا ايه؟ في ايه؟ هو الراجل بيقول لي واحد شبهه. لا هو مش شبهك، هو انت. انت شفت الصور؟ يعني ايه انا مش فاهم. طب ماشي انا هو راح فين بس؟ انت كان معاك واحده شقرة صح؟ عشان قلت لك اليوم ده في حاجه؟ وانت اصلا هو اول ما دخل انت ما كنتش قاعد على بعضك اصلا. اه. يعني مش عارفه يعني بصراحه. ايه في ايه؟ ايه اللي لا ما لا احنا جا... يا محمد احنا جايبينكم ان انتوا لوف ستوري، مش جايبين ايه؟ انت بتكذب. فمن فضلك يعني مش دي الطريقه اللي هتلم بيها المشكله دلوقتي. انا عايز افهم حاجه، معلش اتكلم معاك. مسحت الواتساب كله عشان انا عندي شغل هيضيع مني بسبب حضرتك. عزيمتها هيتخرب يعني. انت دلوقتي عارفني؟ سوري مايك. انت ما تحطش ايدك عليا. طيب ثواني بس. طب بعد اذنك ما تلمسنيش خلاص يعني. سيب بيتها يتخرب يعني؟ طب حضرتك تخربي بيتي انا؟ فين الصور اللي معاك؟ انا مش عايز تخرب بيتك. فين الصور اللي معاك؟ الاستاذه مسحت كل الواتساب عندي. يعني مسحت كل الواتساب؟ مسحت كل الواتس. انت مش عندك داتا على الفلاشه يعني ولا على الكمبيوتر عندك؟ مش طب هي مش موجوده دلوقتي يا عم. فاهمها يعني مش انا والموضوع هيخلص. طب تعالى انا اوصلك البيت تجيب لي الصور. طب بالراحه بس. انا مسحت الصور. لا ما احنا في مكان. طب بس يا محمد طب اوعي ايدك. لا مش مزعلانه كده. طب سيب الراجل انت ده عليا وانت واقف يعني كده ينفع؟ انا مش ايدك. انا بقول لك تعالى. طب ايه ده؟ طيب ليه؟ طب كده طيب سيبيه. طب انا ينفع يا سلمى؟ يا سلمى مش هسيب. طب انا ذنبي ايه؟ طيب ذنبك ان انت مسحت الصور معايا. مش معايا. سيب الصور دلوقتي يعني. بس يا جماعه انا مسحت الصور. انا مسحت الصور. سيب الراجل. طيب خلاص مسحتي الصور. اه يعني بيتك يتخرب؟ طب ماشي انا ارجع لك. انا عايز كده. انا ما اعرف ارجع. ثواني بس. ثواني يا بنت. لا ثواني بس. مشكلتك ما سيبني بقى يا بنت. طب بقول لك ثواني. ثواني انا هحل لك المشكله. طب بعد اذنك لو سمحت سيبني. انا هحل لك المشكله. لا هي ليه بقت فالجر كده؟ هي ليه بقت فالجر كده؟ انت راجل ناس علينا كده خلاص. عيب. اوعى. طب ايدك خلاص. ايه يا جماعه شغل الشلق ده؟ بس انت مسكني انا ليه؟ مشكلتك معايا مش معايا. ايوه مسكني صح. يعني مشكلتك معايا. انت حافظه على كلامك. انت كمان بتتكلمي. ايه شغل الشلق ده؟ يعني ايه شغل الشلق؟ خلاص معلش مش قصدي. انت بتضربي راجل عندك. طب اتكلمي كويس. ما انت ما تقعدش تقولي اي كلام وخلاص. طب انت بتضربي. اوعى ايدك. طيب بقول لك انت اللي حطيتيني في الموقف ده يا استاذه تينا. على فكره اوعى ايدك. سيبيه. طب دلوقتي خلاص. بقول لك اوعى ايدك. هنحل خلاص. اوعى ايدك. احنا هنعمل لك اللي انت عايزاه. خلاص. طب ثواني. اوعى ايدك يا بنتي. ثواني. اوعى. طب انا مالي؟ انا مالي؟ انا مالي؟ اوعى ضغط كبير. خلاص. طب سيبيه. طب سيبيه هو. تروحي بيا. طب انت مالك بيه هو؟ سيبيه هو. طيب لو تسيبه هيمشي. اوعى حبيبتي انا مسحت الصور. هو ما فيهوش صور. طلع موبايله وانا هرجع للصور. طب خلاص خلاص. طب سيب الراجل. انت ماسكاه في ايه؟ انت ماسكه حرامي. طلع موبايلك وانا هرجع لك الصور تاني. خلاص خلاص. حضرتك هو انت خايف من ايه؟ انا هتكلم معاكي. انا هتكلم معاكي. لما انت واثق اللي مش انت خايف ليه؟ انا هتكلم معاكي. خايف ليه؟ انا هتكلم معاكي. نهار اسود علينا. اوعى محمد سيبني. تعال بقول لك سيبني. تعالى بس سيبني دلوقتي. سيبيه دلوقتي. طيب طب اهدي اهدي. حضرتك سيبيه. هوريك الصور. طيب معيش موبايل. يا استاذه سلمى احنا في قناه محترمه. من فضلك ما ينفعش كده. خلاص. يعني ايه ما ينفعش كده؟ ما ينفعش كده. اطلع حل معايا الموضوع بره. خلاص بقى خلاص. خلاص انا هتكلم معاك. استاذه انا هستنى حضرتك وهوديك. انا هتكلم معاك. هوديكي لحد اللي انت بقى يا عم. هفرجك على الصور يا عم. خلاص خلاص خلاص. اقعدي بقى. ما تخنقنيش. طب اقعدي. هنتكلم. طب اوعى ايدك. خلاص هنتكلم يا جماعه. احنا في قناه محترمه. ما ينفعش كده. هنتكلم. احنا بنعمل كده قدام ناس هنفرح بعضينا. اقعدي اقعدي وبعدين هنتكلم. اقعدي بس. مش هقعد خلاص. طب اقعدي. يعني خلاص. انت بتخونها وكمان يعني ايه ده؟ مش عارف تسيطر عليها ثلاث دقايق. شيز توتالي اوت اوف كنترول. خلي بس دلوقتي. فكهولي. طب سيبيه دلوقتي. طيب بعدين يا محمد اعتذر من فضلك عشان البنت دي. انا مش هسيبها تروح بالمنظر ده. اعتذر لها.
انا برضو هو لعب مش علي برضو حك علي. لعب على الواحده اللي عارفه ان هو متجوز ماشي وقبلت على نفسها كده. ما تلمسنيش ايدك عليا بقول يا بنتي مش قدام الناس ما تلمسنيش خلاص ما تلمسنيش تاني اهي يا فندم الصوره اهي ايه ده احنا في برنامج ما تهزرش.